الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندموشنا أهتوش زاري إجلاتش ويقرب كتار السدومو ليتي علي أرستنو أرستو من إلال تصنات ويم الثبات بمارنيات تصنات تبالال. እና እስቲ ንግግሬ በአንድ የሚገርም ነገር በጣም የሚገርም ንግግር አድርጌ ልክፈተውና ግራ እንዳይገባችሁ በደንብ ስሙኝ። ምክንያቱም መጀመሪያ አነጋገሬ ምንድን ነው የሚለው ሸክ ኢብራሂም እንዳትሉ ስገልጸው ግን ይገባቸዋል። እና መጀመሪያ ለማለት የፈለኩት اقول ان الله لا يريد منا ان نكون مسلمين سبحان الله العظيم من عند تنقر نويه نعم أكرر وأقول الله سبحانه وتعالى إسلام اندنهن أي فلقم أبدا. طيب من دنهم يفلقوا؟ يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نثبت في الدين حتى نموت، أن نثبت في الإسلام حتى نموت. إسلام لمهن أدلم يفلقوا الله سبحانه وتعالى. سنت ودسلمنا قبتو يا من لتوالو، ስንት ወደ እስልምና ገብተው የሸሽዋሉ። ስለዚህ ከኛ የሚፈልገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእስልምናችን ጸንተን እስከ ዕለተ ሞታችን መቆየት እሱ ነው ከኛ የሚፈልገው አላህ። طيب يقول سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሞት ከዚህ አዱንያ እስከምትለይ ጉድጓድ ውስጥ እስከምትገባ አላህን ተገዛ ነው ያለው እንጂ ሲሰጥሩ ሲሰማህ አላህን ትገዛለህ እስላም ትሆናለህ፣ መጥፎ ሲሰማህ ደግሞ ከእስልምና ትወጣለህ ማለት አይደለም። ይህ በጣም በጣም አላህ የሚጠላው ነገር ነው ነምለው። ጽናት፣ በጣም ጽናት ያስፈልጋል በእስልምና። طيب رجل او امراه مثلا عند سو كريستيان نبرنا اسلمه ويم ليله هيمانوت نبروا اسلمه كسلمه بحالا ትንሽ ችግር ካገኘው በኋላ አምልጦ ወደ ነበረበት ሃይማኖት የሚመለስ ከሆነ የሰውየው ጽናት የለውም፣ በጣም በጣም ሰነፍ ሰው ነው። እና እስልምና ጽናት ያስፈልገዋል። ናም ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ እስልምና ሲገባ ቤተሰቦቹ ይቆጣሉ፣ ጓደኞቹ በጣም ይጠሉታል። ممكن ሀብታም ነበር ድሃ ይሆናል። ممكن ያላወቀው በሽታ ይመጣበታል። ይፈተናል፣ መፈተን አለበት። ስለዚህ ፈተናው ካለፈ በኋላ ጽኑ እስልምና ይሆንለታል። ላኪን አንድ ሌላ ሃይማኖት የነበረው ሰው እስልምና ሲገባ አንድ ችግር ሲያጋጥመው ቶሎ ብሎ እስልምና የሚተው ከሆነ በጣም በጣም አደገኛ ነገር ነው ነምለው። ስለዚህ በጣም ጽናት الثبات الثبات يميلو قال بزيه زوري على من نقر ومفلقو مالتنو. يقول سبحانه وتعالى في القرآن نعم يقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عند سو إني أمن يالله إسلامنا مؤمنا بلو عندي كتل يفلق قال لا مفتنا لبتنجي الله فتنو فتنو سيالف بيتشانو صنو إيمان نبيات صلى الله عليه وسلم تفتنوال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جميع الصحابة ببشتانو بدهنتنو بطرنتنو بموتنو بهن تفتنو نعلفو. سلزي مار ولا لا اندي هون اللين ويم دمو بكا اندي تشهن كوان أتوغان يمتل كوانك يه أنت بتقام ودك نقرنو يادلو كانتقا. سلزي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى ونتنيانا يعني وشتام يمياوقو تفتنه 6000 بتشانو نميلو. طيب اذا استي نجمر ومواطن الثبات يقولون ثبات ان صنات يمتادرقلاچو ان صنات يمياسغباچو يمياسفلغاچو نغروچ 3 ناتچو العلماء በሶስት ነገሮች ጽናት ያስፈልጋል። ግን አሉ በአንደኛው ደረጃ ጽናት ከሌለ በሁለተኛው እና በሶስተኛው ተወድቃለህ አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና ጽናት የሚያስፈልጋቸው ሶስት ናቸው። በአንደኛው ጽናት ካለ ሰባት ካለ በሁለቱም ታልፋለህ፣ ድል ትጎናጸፋለህ፣ አላህ ይወድሃል፣ በዛ ነው የምትቀጥለው። በአንደኛው ከወደቅክ ግን በሁለቱም ትወድቃለህ አሉ። ምንድናቸው እነዚህ? አወለን አልثبات في الدنيا الدنيا
الله انت قاله نبياتنا انت قاله صلى الله عليه وسلم اسلمنا انت قاله لو ودفيت كموتك بحالا ميهون سنك تيزاله ان ايمانه بتام كبار ايمان مهون اللبت منن يوم سو متون بياتال لا يسفلغم مطفو ستاغن يمتامن طرو ستاغن يمتكفر مهون يلبهم سلازي الدنيا باللهبت غزي صنات ياسفلغال بزي كلفكنا بزي فتنا كلف ሁለተኛው ይመጣል ሁለተኛው ፈተና ምንድነው هو الثبات عند الموت ستموت انت موت وانت تقول لا اله الا الله بالهند تموت ይህ ነገር የሚረዳህ ግን የመጀመሪያው ጽናት ነው አሉ አንዳንድ ሰው ምን ይላሉ لا اله الا الله እኮ ቀላል ነው لا اله الا الله ማለት እኮ ምን አለበት ይላል لا سنت دكتوروች አሉ والله العظيم بمسجد علم سيساتو يميولو سوى شارلو سنت سوى شارلو ترونا شو سندل يقوينو قن سيموتو لا إله إلا الله لما لتي يمياكتا شو سوى شارلو إنا منالو عند عالم منالي ستموت لا إله إلا الله يمتبالو قال الله يميرزك أهمن دنوالو هي خلاصة حياتك خلاصة حياتك يهوتن شماكنا شارلو هوتن بمولو يا الله انفلكنا يا نبيات شفلك تكتل يمتهدكو هنه بزاتش يموت غزي دمو الله يردحالنا يسو يهوتين چماق لا اله الا الله بله اندت وطا كزي هدونا الله سبحانه وتعالى يردحال ماتنو يي ሁለተኛ ነው ሶስተኛው ሶስተኛ እና መጨረሻ ግን هو في القبر بقبر دمو تياقي ያለ من ربك من نبيك وما تقول في هذا الرجل ما دينك يميل تياقي ያለ አይደለም እዛ እንግዲህ قط ለማለት ከፈለክ በመጀመሪያ በአዱንያ ثبات ማረግ አለብህ ከዛ በኋላ በአዱንያ ጽናት ከነበረ በሞት ጊዜ ደሞ ጽናት ሰጣል በቀብር ደሞ ስትጠየቅ ደሞ እንደምንም ትመልሳለህ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገሩ አሁን በእድሜህ ያለህ አንተ ሐይን ቱርዘق اثبت في الدين نعم اثبت حتى ياتيك اليقين اذا يقول سبحانه وتعالى بقبر قال بقبر يهون بالدنيا الله سبحانه وتعالى ثبات كسطه نو انجي انت راسه ደሞ يعني شوفوا يا اخو عند ነገር አለ እኛ زوران 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 مشارشة منهم المتاو الرزق من عند الله الثبات من عند الله العلم من عند الله الخير كله من عند الله يهنا قر بچنك الله تأتشن مسك أمت ألبن يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن الثبات من عند الله نطلبها من واحد الوحد سبحانه وتعالى طيب አሁን አንድ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዱ ጀበላ የሚባለው ጀበላ ንጉስ ነው እና በዚህ እንደ አረብ ንጉስ ነው እዛ ሆኖ ንጉስ ነው አሽከራለው አገር ይመራል እንደዚህ አሁን በሰይድና ዑመር ግዜ ነው በቃ አሰለመ ማለት ነው ወደ እስልምና ገባና እሱና አሽከሮቹ ይዘው ወደ መዲና መጣ አሰለመ አልহামዱሊላህ እስላም ሆነ አሁን ንጉስ ነው እንግዲህ ካባ ይለብሳል አሽከሮቹ ከሱ ጋር አሉ የንጉስነት ስሜት አለው እንደዚህ አሁን ምን አለ አንድ ቀን ጧፍ ሲያደርግ በካዕባ ጧፍ ሲያደርግ አንድ ደሃ ሰው ነው ልጅ ህፃን እንትን ነው ያንድ ወጣት ነው እና ሰውየው እንግዲህ ጀበላ ንጉሱ ጀበላ ካባ እንትን ብሽት የሚለው ልብሶ ነበር አሁን ልጁ ጧፍ ሲያደርግ በጣም እንትን ብዙ ሰው ስለነበር በእግሩ አርጎ ያችን ብሽቱ ረገጣትና ወደቀች ከትከሻ ወደቀ ማለት ነው አሁን ሰውየው ንጉስ ነው የንጉስ እንትን ነው ያለው ፈላጭ ቆራጭ ነው በሸቀና አንተ የነብይሽ ትረግጣለህ ታወድቀዋለህ ብሎ ጥፍ ይሰጣው ለልጁ ማለት ነው ልጁ ምስኪን ዱሃ ነው አለቀሰ لكن እስልምና ነው በእስልምና ጊዜ ነው በተለይ በተለይ በዑመር ኢብኑል ኸጣብ ጊዜ ነው ጫታ የለም ልጁ ሄደና ወደ አሚር አልሙእሚኒን ዑመር ኢብኑል ኸጣብ فقال له يا امير المؤمنين جبل ميبالو نغوس يا سلمو اني متاني الو متى او انجي جبل تطرانا فرد بيت تكفته سيدنا عمر بن الخطاب قالو جبل متى عند تكساش اندغنا لجو متى عند كساش قوم مجمر يتناغرو جبل من الو فقال يا عمر الو نعم اني نغوس كاند دري هونو زمبلو عند لج كسوغا اكل اكل تاسقمنا الله الو قال عمر بن الخطاب يا جبل هذا اسلام يهكو انت دين ادلم ايه اسلمنا نو زقتنيام كفتنيام يمبال يلم الزلا نعم انما اتقاكم عند الله من هو يعني سبحان الله الله سبحانه وتعالى يمرطو بنغسنت ادلم قالو
አንተ አሁን ተከሰሃል ተከሳሽ ነህ ዝም ብለህ ስማለው አንተ ይሄን ልጅ መታው አለው ጀበላ አው መታሁት አለው እንዴት የነን ብሽ ይረግጣል አለ طيب መታው አው መታው ሰው እየሰማ መታው አለ እንግዲህ የኔ ፍርድ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እሱ እንዲመታህ ነው አለው እሱ ሰው ዘንድ ይመታሃል አለው እኔ ንጉስ ጀበላ አንድ ሰው ሊመታኝ ነው አው ይመታሃል አለው ከዛ በኋላ ጀበላ አሰበና እሺ አሚር አልሙእሚኒን እስከ ነገ እድል ስጠኝ ላስብ አለው ማፍ ምሽክላ እስከ ነገ አስብ አለውና ሄደ በለሊቱ አሽከሮቹና ሰዎቹ በሙሉ ከሱ ጋር የመጡ ሰብስቦ ከመዲና ወጥቶ ርተደ عن الاسلام እስልምና ትቶ ወደ ነበረበት ኩፍር ተመለሰ ለምን ክብሩ ስለተነካ ማለት ነው እንዴት እኔ አንድ ሰው በጥፊ ሰጣናል ይላል እንግዲህ መጀመሪያ ፈተና ወደቀ ሰውየው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስላም እንድንሆን የሚወድልን ቢኖር ለጀበላ ይወደው ነበር ላኪን ላ ከኛ የሚወደው በእስልምናችን እስከ እለተ ሞታችን እንድንቀጥል ነው የሚፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ከዛ በኋላ ይህን ነገር በዚህ አይነት ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አውርደዋል ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني እስከ እለተ يوم القيامة የሚነበብ ቁርአን ነው ያወረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول Subhanahu Wa Ta'ala ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أن عند سو سمتشو دسلو ستمو إسلامنا سليك ويال عند نقر كبرو ويم إشخص التوقعو دمو كسلمنا ششتو يمي وطاكوهنه ويم الله نمي سادبكوهنه دين نمي سادبكوهنه يه نقر كنان تيم ما يتطبقنو إلى الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهالا للا مثال استاچو وحده نبيات صلى الله عليه وسلم يجلص قول النجر نو هنا بهلو كتاب يورد يزهج سيت انت نو تاريخ نو من دنو يتغنيو فرعون وقله عقله انا ربكم الاعلى ملي نبرو سويو عندت لج نبرتشو ان لجتوا አንዲት ኮፈር ነበረ እንግዲያው በዛሬ በዘመናው አንነጋገር ማሽጣት ቢንት ፍርዖን ትባላለች በሌላ በዘመናው አንነጋገር የልጅቱ ኮፈራ ነው ምንለው እና ልጅቱን ትመሽጥ ነበር ተስተካክል ጸጉራን ተስተካክልለት ነበረችና አንድ ቀን በልቧ ኢማን ነበር ይች ልጅ ያኔ ማለት የማሽጣት ይችን ኻድማ ሰራተኛዋ በልቧ ኢማን ነበር በፍርዖን አታምን ነበር فرعون دمو لا انين الله نميلو لكن هيك سيت ايمانوا بلبوا اسقمطا اندزي تهد نبر كذا بحالا عند كان يا ليجتوان صغور يستكاكلج عند مشط يعني صغور ما بطريا كجوا ودقنا بسم الله عليك بسم الله يا فرعون ليجي هنا غير سمتا تاكم فقالت مندنو بسم الله عليك والله بسم الله عليك اني اباتين نو متسوي الله مالتش يعني اباتي مالت نو علىشات لا اباتش ما مندنو فطور نو علىشات ايه ادغنيا قالكو نو بفرعون غزي فرعون الله ادلم الله ليلا نو مالتو كو تلك بوليتيكا كو نو علىش انغدي اندي مان ليلا اله حلش اندي علىشات لجتوا او ربي وربك ورب ابوك ورب السماوات والارض هو واحد ከአባቴ ሌላ ሌላ አለ አው አባቴን ነግራለሁ አለችው ነገር ያላት እንግዲህ ታቃለች እዚ ነው እንግዲህ ሰባት ጽናት የሚባለው እዚ ነው هي تعلم انها ستموت وستقتل لكن الشهيدنا لباتش ነገር ያለቻት ልጅቷ ሄደችና ለባቷ እዚ ያለችው የነ ሰራተኛቋ بسم الله አለችና الله مالتش ما ነው بيسጠይቃት الله رب السماوات والارض خالقي وخالقك وخالق فرعون من امس التل اشركك بانته انتكو الله ادلهم كونو يالچو بلا نغرچو فغضب فرعون بتامنو يتقطعونا حزبو سبسبه وتادروچو سبسبه سيتوا تمطاله سيتوا متطاچ انغدي تاقالچ ايي نغر كله اندمي متا تاقالچ لكن دمو اندزي بلا دمو بكفر وان دتمو دمو اتفلغم حزبو تسبسبه تلق دست متا دستو زيت اسغبوبت በጣም የጋለ ዘይት ነው የነበረው ለክ ይናገራል እንግዲህ ግለዋል ዘይቱ አሁን አምስት ልጆች ነበሩዋት አራቱም አንዱ የ12 አመት ነው አንዱ የ9 ነው አንዱ የ8 አንዱ እንደዚህ እንደናንሽ ናቸው
እና ምን አላት ፍርዖን አንቲ አላት አንቺ በኔ እኔ ኢላህ መሆኔን ያታምኝም አላት አላምንም አለችው በማን ነው የምታምኒው ربي وربك واحد فغضب فرعون فقال عند لجو امطتنا بزيت وسط كتتوت عليه امطنا بزيت وسط كتتوت 5 دقيقه اطنت بتش قري اناتو اياييش نو كذا وهلا زم مالچ واطچو معناتنو كذا وهلا اهون سالچ علامن مالچ انا اؤمن بالله ሁለተኛ መጣና ከተተው ለቃጥንት ብቻ ቀረ አራቱም ልጆች እንደዚህ ከተታቸውና በቃ በዘይቱ ያኔ ተበሉ ማለት ነው በመጨረሻ ልጁ ትንሽ ልጅ ነበር ጡት የሚወስደው የ3 4 አመት እንትን ልጅ ነው እሱን ወስዶ ወደ እሳት ሊያስገባው ሲል ሆድዋ ተገለበጠና በጣም ሆድዋ በላት ልጁ ያለቅሳል ከዛ በኋላ ተለከአች ያኔ እሽ ማለት ተለከአች ያኔ እሺ ለማለት ትፈልጋለች لا لما لا تفلقالش يرجو قدام بتقام كهدوا عن بلاتنا ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل لها رحمته ثبتها ثبتها صنات ستاتنا وسدوا تالت لجون وسدوا تنا هتسانو كونو جينا أمس الدستور يا المولا وهتسان أمتوتو بزيت وستكتتو تمالتنو بتشواك الرجاهون سبحان الله العظيم من العلماء تشو يهنقر هتسانو هتسانو سيالكس إن السوا ودا يعني اندزي اندزي ستل بهولت نجر ستجلابت الله سبحانه وتعالى بتأم سلمي ودات يسون رحمة أو الردلات هون عندنا سوش رحمة مهون ناكم إن ثبات سات مالت ورسول رحمنه يا الله رحمنه إن سات علش لجوم جبا ذاتك عطلو مالتنو كذا هلا من على فرعون أنت شنو يكرشوا هون إن ما هون بدم بنو زوجونا علش إن السوا مزاس جبوات مالتنو كذا بهلا كم جبات وابفيت ازا اسات وسط كمغباتوا بفيت من قالتشو لفرعون يا فرعون قالتشو نعم اني مغباتي ايقرم لكن عند نغر اند تادرغلني يفلقالو مندنو خلاص اني سغبا اطنتي بتشا سيسافف ازا ينينا يلجوتشي اطنتوش بمولو سبسبه باند شرك طمره باند غدواد اند تاسغباني يچن لمنا قربلهالو يا ارغولاتالنا هدي كذا هلا اسوانا امس لجوتشوا تقبروا ودنتن وهم من اهل الجنه وهم كلهم من اهل الجنه نعم ان صنات ازي لا نم ياسفلغو لكن يميغرمو نغر عند نغر الله انيا ازي هل درسنم انيا انكون لزي صنات يميغرمو نغر صلاه الفجر يما يسجد صنات نو يالن سنت شبابوش ناتشو اكون اربع بيتش يسجدالو الله اكبر هيا على الصلاه على الفلا يتبالي الصلاه خير من النوم يتبالي لت بلو يتنيال لزيهم يمتون صنات يلتشنم انكون هيوتن لمستتنا يعني انغتن لسيف مستت ازيم كوال درسنا منيا ان عند لمثالي حرام اياي حرام لمبلات كسو لمشش يميحل صنات يلنم ان لذي نو مناغرو كذا قتلو بطام ياغر يميغرمو نغر اهون لنغراچو بزي بالنو غزي يتغنيو نغر نو انديت امريكاوي نچ انديت امريكاوي من علاش مسلاچو عند باكستان نو በአሜሪካ አገር ነው አንድ ፓኪስታን ነው መጣና አንድ ሚኒስተር ነበር ሚኒስተር ከነዚህ ሚኒስተሮች አንዱ ነው እሱን ለማግኘት ብሎ መጣና ከዛ በኋላ ሴክሬታሪ የነበረችው ይህች ሴት ነች ከዛ መጣና ለማግባት ሲል ወታደሮቹ አናስገባም አሉት ቁጭ አለና ጠብቅ 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 ያሉት ሁለት ሰዓት ጠበቀ እዛ ማለት ነው አሁን የወዚሩ የሚኒስተሩ እንትኑ ሴክሬታሪ ትገባለች ትወጣለች ትገባለች ትወጣለች ከዛ በኋላ ሁለት ሰዓት አለፈና አንተ ወንድም ምንድነው ምን ሆንክ ነው አለችው ለፓኪስታኑ ፓኪስታኑ ምን አለው ያ خي እኔ ሁለት ሰዓት ሆነኛል ሚኒስትሩ ለማግኘት ፈልጋለሁ ትልቅ መልእክት አለኝ በጣም አስቸኳይ መልእክት አለኝ ስላት طيب ለምን አያስገቡም እንቢ አሉኝ አለ ሄደች እናስዋ ለሚኒስትሩ ተናገራ አስገባቸው ማለት ነው እና ፓኪስታኑ በጣም ደስ አለው አመሰገናትና ካርታ ወጣና ሰጣት ይሄ የኔ ስምና የኔ ሞባይል የኔ ቴሌፎን ነው بالت دارني ان شاء الله استن دوا ولالاتنا لما غستو دولو كميستو غا متو كذا كسرا وسدات غابزات معناتنو غابزاتنا ببيتو هيدا مسا بلاج تچاوتش اندزي كذا من عليهچو استي انت اسلام نه عليهچو او اسلام نني طيب يسلمنا مصحف يلهم عليهچو قالني بلو عند مصحف ستات انداو مصحف ادلم عند تنش انتن كوتيب ستاتنا هيدا انببچو ከሶስት ቀን በኋላ ተመለሰችና ያ رجل አለችው ይሄ ነገር አላጠገበኝም ስለስልምና ለማወቅ ፈልጋለሁ እሺ ብሎ ሁለት መጽሐፍ ሰጣትና
لهولت ور هولت مصحف بدن بانببا ترتا كهولت ور بهالا متاچنا ليه لما اسلم فلقالو قالتشو على طول ايوه على طول انا ود جاليا والسادات ود عند مكتب يمسلمبت بوتا والسادات انا شيخو ذا قچ بلوال من قالتشو مسل اني لما اسلم فلقالو قالتشو اشي على اسكمطات قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اسلمنا تقبلش مالتنا طيب كذا بحالا من قالتش اهون على الشيخ كان يتطبقوا مندنو اني اهون اسلمكو جن كمن يتطبقوا مندنو على شيخو من عليه شيخو يلال انغدي كانشي كاهم بحالا صلاه تسجدالش دومو رمضان تصوميالش زكاه تنتواجالش منامن منامن علات طيب ليلى سالتشو اسالك بربك اسالك بالله كان يتطبقوا مندنو عليه والله اندزي نو لا اني اهون كوندش غا نو مسراو اذا كوندش غا تدبالق مسراتو يبقال عليهو سويو فرى مكنياتو اهون ياسلمج سلهونهج فتنه اندا هون بات فرانا رباكش يميلش نغر بتشا سري علات كذا خلا درق عليج يا اخي اني طيقه الله اني اسلام نني كوندشو تقلاقي مسرات يفقدال عليهو والله يفقد مرات انغدي يعني ريزيجنيشن استقاله لست سرا لتو قالتشو سرا تي ما قالكش ما لفرا سويو طيب مندنو ويم كنسو تقلاقي مسرات نو ويم دمو سرا متو نو قالتشو والله اندفلقش قالتشنا هيدتشنا ورقه صفاء سرا الفلق مالتشو وزيرو وزيرو لمنات 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 لا قالتشو اندياوم ود اسلمنا اند اسلمنا اند تقبلتشم نغرتشو كذا بحالا ورقته تقبلنا سراو توتش سراكة توجه بهالا يسن تأمت يسراتشو حقوق نبرات حقوق بناس نمتلوت يسران تنكفيانو هولت متو هيا شي دولار أمريكي كشمت اللات مارتنا يسن تأمت انا يهن هولت متو شي هيا انتن إيزا ودى شيخو متاج منا لتشو يا شيخ لتشو اني لسن تأمت كافرانو ينبركوت اهون الله سبحانه وتعالى سيودين ودى سلم الناس قبان انا بزو ونجل بزو ونجل نيوالين ان الله سبحانه وتعالى وانجلوا ان يغفر لنا عفوا ديلن يه غنزب 250 دولار انت بمتاوقو لفقراء لمساكيننا لتحفيز قران لمسجد ستلني عليك دنقط اسويو دنقطنا مندنو متي علات والله اندزي نو ملها عليك ارتهي غنزب شين ياجي سيلات لا اندزي نو مفلقو عليك كذا بحالا قتلا من عليكو فجاته فقالت اسالك بالله لچو اني بالي كريستيان نو اهون كريستيان يني بال مهون يبقال والله يبقى مالت انغدي لفتا علچو ارتيتي علات فرا شيخو لفتا علچو ارتيتي تنش قوي علات كذا هلا اشي فرتو سلايچو ورقه تمطاشنا صافچ صفا اسكي فاكس فقدلني علا بفاكس لاكچلت ود بالوا اما الاسلام اما الطلاق علچو ان اسلام هون يالله ويم فتان ويم مسلمنا قبالچو كذا بوحال ايلال ويدن هاف ان اور عند قماش ساعات هالقيم فاكس دومو مرس متا من يلال اي بيليف اون وان جود اند محمد ايز هيز بروفيت يميلو مرس متا سبحان الله الحمد لله عليكنا كذا بوحال يعني بالوام اسلم مالتنو عند نغر قرچالچ عند نغر يقرچو مندنو عليه اهون اني سدست ور هونونيال كاسلمكو والچ اني اهون سيتوچو اسلامي سوتيچو سيتوچو اندسبسبلني افلغاللهونا درس ستاللهو تمرت ستاللهو والچنا هولو عرب بامريكا بكتماو نو بمولو عرب يهونو اسلاموش بمولو سبسبونا اذا دراش ستمطا سيتوچو بمولو فيتواني كشفچو اني باتواي ميتاي طوتواي ميتاي اندزي بلو متو سيتوچو انغدي كذا بحالا اسوا ستمطا سونتوان بمولو حجاب ادرغا انديام طفر اغرو ما يتاي متاچنا محاضره لمارق جمبرچ طيب تقول فاذا هي تظهر بكل بكامل حجابها تقر يمتال متاچنا حزبو ملتوال سيتوچو ملتوال من عليش تاقالاچو فقالت نعم فقالت لهن ايها النساء عليك ان الله خلقك ورده في المجتمع واصبحت شوكه فيه انت اسلام اببانا يعني اببا ادرغون يفطرش انت سيت لكن يهبرتسبو اشه هونشال من اينت لبس نو عليك كذا بحالا من اينت لبس نو بلا اندزي ستناجر كلهم سيتوش بقى اندزي 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 بلو بقى سوندتاچو ميشفنو منامن منيشفنو اندزي حالونا كذا بحالا سبحان الله عليك
ለኔ አላህን ያልፈራችሁ እኔ አሁን ሁለት ቃል ስለተናገርኩ ነው የምትሸፍኑ አለና እዛ የነበረው ሰው ይሄን ነገር የተናገረ ሰው አንድ አያ አምጥቶ ቁጭ አደረገልን ምን ይላል መሰላችሁ አላህ Subhanahu Ta'ala يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا كالله يلفروا يعني كسوچ يمفروا سوچ من دناچو النزي اسو عند قال سلتناغرش نو اهون سونتاچو مشفون النزي سيتوچ انا يهچ لج انغدي صنات وانا ثبات واسايچ سبحان الله العظيم امريكاويت نچ نصارى نچ لكن بزي عينت اسلمنا ونتقبلش مالتنو سلزي يا اخوة موضوعو قد عينو بالي لاقزي نقنا نيالن ارستوال تجرسم ان شاء الله بمي قتلو حلقة نجرسلن يالكو ازي اقومان له والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين